الراقب المهاجر عكرمة بن أبي جهل. كان في أواخر العقد الثالث من عمره يوم صدع نبي الرحمة بدعوة الهدى والحق، وكان من أكرم قريش حسبا وأكثرهم مالا وأعزهم نسبا، وكان جديرا به أن يسلم كما أسلم وزراؤه من أمثال سعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير وغيرهما من أبناء البيوتات المرموقة في مكة لولا أبوه. فمن يكون هذا الأب يا ترى؟ إنه جبار مكة الأكبر وزعيم الشرك الأول وصاحب النكال الذي امتحن الله ببطشه إيمان المؤمنين فثبتوا، واختبر بكيده صدق الموقنين فصدقوا. إنه أبو جهل وكفى. هذا أبو، أما هو فعكرمة بن أبي جهل المخزومي، أحد صناديد قريش المعدودين وأبرز فرسانها المرموقين. وجد عكرمة بن أبي جهل نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى مناوئة محمد عليه الصلاة والسلام، فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أشد العداء، وآذى أصحابه وأفتح الإيذاء، وصب على الإسلام والمسلمين من النكال ما قرت به عين أبيه. ولما قاد أبوه معركة الشرك يوم بدر وأقسم باللات والعزى ألا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمدا، نزل ببدر وأقام عليها ثلاثا ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له القيان بالمعازف. لما قاد أبو جهل هذه المعركة كان ابنه عكرمة عضده الذي يعتمد عليه ويده التي يبطش بها، ولكن اللات والعزى لم يلبيا نداء أبي جهل لأنهما لا يسمعان، ولم ينصراه في معركته لأنهما عاجزان، فخر صريعا دون بدر، ورآه ابنه عكرمة بعينيه ورماح المسلمين تنهل من دمه، وسمعه بأذنيه وهو يطلق آخر صرخة انفرجت عنها شفتاه. عاد عكرمة إلى مكة بعد أن خلف جثة سيد قريش في بدر قد أعجزته الهزيمة عن أن يظفر بها ليدفنها في مكة، وأرغمه الفرار على تركها للمسلمين، فألقوها في القليب مع العشرات من قتلى المشركين وأهالوا عليها الرمال. ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة بن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر، فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه، وأصبح يعاديه اليوم ثأرا له. ومن هنا انبرى عكرمة ونفر من قتل آباؤهم في بدر يؤرثون نار العداوة في صدور المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم، ويضرمون جزوة الثأر في قلوب المؤتورين من قريش حتى كانت وقعة أحد. خرج عكرمة بن أبي جهل إلى أحد وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسوة المؤتورات في بدر وراء السقوف وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لقريش على القتال، وتثبيتا لفرسانها إذا حدثتهم أنفسهم بالفرار. وجعلت قريش على ميمنة فرسانها خالد بن الوليد، وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل، وأبلى الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء رجح كفة قريش على محمد وأصحابه، وحقق المشركين النصر الكبير، مما جعل أبا سفيان يقول هذا بيوم بدر. وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة أياما طويلة، فنفد صبر المشركين ونفد صبر عكرمة بن أبي جهل، وضاق زرعا بالحصار فنظر إلى مكان ضيق من الخندق وأقحم جواده فيه فاجتازه، ثم اجتازه وراءه بضعة نفر في أجرأ مغامرة ذهب ضحيتها عمرو بن عبد ود العامري. أما هو فلم ينجه إلا الفرار. وفي يوم الفتح رأت قريش أن لا قبل لها بمحمد وأصحابه، فأسمعت على أن تخلي له السبيل إلى مكة، وقد أعانها على اتخاذ قرارها. هذا ما عرفته من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة، لكن عكرمة بن أبي جهل ونفرا معه
خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قتل فيها من قتل منهم، ولاز بالفرار من أمكنه الفرار، وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل. عند ذلك أسقط في يد عكرمة، أي تحير وندم، فمكة نبت به بعد أن خضعت للمسلمين، والرسول صلوات الله عليه عفى عما سلف من قريش تجاهه، لكنه استثنى منهم نفرا سماهم وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أسطار الكعبة. وكان في طليعة هؤلاء النفر عكرمة بن أبي جهل، لذا تسلل متخفيا من مكة ويمم وجهه شطر اليمن، إذ لم يكن له ملاذ إلا هناك. عند ذلك مضت أم حكيم زوج عكرمة ابن أبي جهل وهند بنت عتبة إلى منزل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومعهما 10 نسوة ليبايعن النبي عليه السلام. فدخلن عليه وعنده 2 من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب. فتكلمت هند وهي متنقبة وقالت: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه، وإني لا أسألك أن تمسني رحمك بخير، فإني امرأة مؤمنة مصدقة. ثم كشفت عن وجهها وقالت: هند بنت عتبة يا رسول الله. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك. فقالت: والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يزل من بيتك، ولقد أصبحت وما على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يعز من بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وزيادة أيضا. ثم قامت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل فأسلمت وقالت: يا رسول الله، لقد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه آمنك الله. فقال عليه السلام: هو آمن. فخرجت من ساعتها في طلبه، ومعها غلام لها رومي، فلما أوغلا في الطريق راودها الغلام عن نفسها، فجعلت تمنيه وتماطله حتى قدمت على حي من العرب، فاستعانتهم عليه فأوثقوه وتركوه عنده. ومضت هي إلى سبيلها حتى أدركت عكرمة عند ساحل البحر في منطقة تهامة، وهو يفاوض نوتيا أي بحار مسلما على نقله، والنوتي يقول له: أخلص حتى أنقلك. فقال له عكرمة: وكيف أخلص؟ قال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال عكرمة: ما هربت إلا من هذا. وفيما هما كذلك إذ أقبلت أم حكيم على عكرمة وقالت: يا ابن عم، جئتك من عندي أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس من عند محمد بن عبد الله، وقد استأمنت لك منه فأمنك. فقال: أنت كلمته؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك. وما زالت به تؤمنه حتى عاد معها، ثم حدثته حديث غلامها الرومي فمر به وقتله قبل أن يسلم. وفيما هما في منزل نزل به في الطريق أراد عكرمة أن يخلو بزوجه، فأبت ذلك أشد الإيباء وقالت: إني مسلمة وأنت مشرك. فتملكه العجب وقال: إن امرأ يحول دونك ودون الخلوة بي لأمر كبير. فلما دنا عكرمة من مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: سيأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. وما هو إلا قليل حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلوات الله عليه وثب إليه من غير رداء فرحا به. ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عكرمة بين يديه وقال: يا محمد، إن أم حكيم أخبرتني أنك أمنتني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت، فأنت آمن. فقال عكرمة: إلى ما تدعو يا محمد؟
قال أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة، حتى عد أركان الإسلام كلها. فقال عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى حق، وما أمرت إلا بخير. ثم أردف يقول: قد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا. ثم بسط يده وقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله. ثم قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله. فقال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. فقال عكرمة: ذلك. عند هذا قال له الرسول صلوات الله عليه وسلامه: اليوم لا تسألني شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه. فقال عكرمة: إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مسير أوضعت فيه، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك، أو غيبتك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير صار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نورك، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. فتهلل وجه عكرمة بشرا وقال: أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. ومنذ ذلك اليوم انضم إلى موكب الدعوة فارس باسم في ساحات القتال، عباد قوام قراء لكتاب الله في المساجد، فقد كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كلام ربي، وهو يبكي من خشية الله. بر عكرمة بما قطعه للرسول صلى الله عليه وسلم من عهد، فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا وخاضها معه، ولا خرجوا في بعث إلا كان طليعتهم. وفي يوم اليرموك أقبل عكرمة على القتال إقبال الظان على الماء البارد في اليوم القائض، ولما اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف نزل عن جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم، فبادر إليه خالد بن الوليد وقال: لا تفعل يا عكرمة، فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. فقال: إليك عني يا خالد، فلقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله، فدعني أكفر عما سلف مني. ثم قال: لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وأفر من الروم اليوم؟ إن هذا لن يكون أبدا. ثم نادى في المسلمين: من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من المسلمين، فقاتلوا دون فسطاط خالد رضي الله عنه أشد القتال، وزادوا عنه أكرم الزود. ولما انجلت معركة اليرموك عن ذلك النصر المؤزر للمسلمين، كان يتمدد على أرض اليرموك 3 مجاهدين أثخنتهم الجراح، هم الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل. فدعا الحارث بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إليه عكرمة فقال: ادفعوه إليه. فلما قربوه منه نظر إليه عياش فقال: ادفعوه إليه. فلما دنوا من عياش وجدوه قد قضى نحوه، فلما عادوا إلى صاحبيه وجدوهما قد لحقا به رضي الله عنهم أجمعين، وسقاهم من حوض الكوثر شربة لا يظمؤون بعدها، وحباهم خضراء الفردوس يرتعون فيها أبدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.